قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن هناك توجهات بالإسراع بتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالصعيد وكذلك المناطق كثيفة السكان. تصريحات الملا جاءت خلال ترأسه لاجتماع دوري لمتابعة أعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي. وقال الملا أنه تم بحث زيادة معدلات التوصيل في ظل القرار الأخير بتقسيط قيمة توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيها شهريا، وذلك لمدة 6 سنوات للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعي لأول مرة. وقد شدد الوزير على الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني للخطة الموضوعة وكذلك مراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعية والسلامة المهنية والصحة في تنفيذ الأعمال.